真的打这么爽，真的爽。我是亚安，当初说那是不喜欢跳。كل مدينة بها نهر يقسمها إلى قسمين تحتاج إلى جسور للتواصل بين الجانبي النهر الأيمن والأيسر كما هو معروف بالموصل. فإذا فتحت الجسور، الجسر الأول الحديدي قبل فترة انفتح، هذا الجسر الثاني إن شاء الله بعد 3 أشهر إن شاء الله هم ينفتح، والجسر الثالث هم مستمر الشغل به من المؤمل قبل الشهر 10 هم ينفتح إن شاء الله. هذا الجسور تخدم المدينة خدمة كبيرة، تعتبر شرايين الحياة، توصل الأيسر بالأيمن. الأيمن مثل ما تعرفون يعني حصل بها تدمير كبير، فإن شاء الله إذا كملت الجسور هذه يصير التنقل من الأيسر إلى الأيمن يصير سهل وسلس، فراح تنتعش المنطقة هذه القديمة، راح تنتعش انتعاش كبير. يعني إن شاء الله بعد افتتاح الجسور راح نشهد حركة سكانية وحركة تجارية كبيرة بالجانب الأيمن إن شاء الله. سير العمل بالجسر السابق؟ الحقيقة سير العمل متواصل حسب البرنامج مال تقدم العمل للمشروع، وهو المشروع حسب البرنامج يخلص 23/4 الافتتاح ماله إن شاء الله، ضمن البرنامج يخلصون 23/4 يفتتحون الجسر إن شاء الله.